بما ان احنا بنتكلم على الاقتصاد وحاجات زي كده، عايز اسالك سؤال. عارف يعني ايه مؤسسات ماليه ومؤسسات لاداره الثروات وما الى ذلك؟ وارد جدا تبقى حضرتك عارف، مفيش خلاف. اوكي، عارف مدى صعوبه العمل في المهجر لو صح التعبير؟ انك انت تبقى مثلا مصري، يا سيدي هندي، مش دي قصة، وبتسافر وتهاجر وتبدا تبني نفسك وتشتغل على نفسك الى ان تصل الى انك مؤسس ومدير لواحده من المؤسسات الماليه الكبيره ومؤسسات ادارات الثروات الكبيره ايضا، فتحتفي بيك واحده من كبريات المجلات او المؤسسات الصحفيه المعنيه بهذه الامور، الا وهي المعنيه بالثوره زي الثروه زي فوربس. فوربس احتفت وكرمت السيدة المصرية المنشأ والأصل ليلى بنس باعتبارها مؤسس ومدير لمؤسسة بنس لإدارة الثروات. سيدة ليلى بنس مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، تصدرت المركز الأول في قائمة فوربس لأفضل مستشار إدارة ثروات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية لسادس سنة على التوالي، تاتش وود ما شاء الله، تحديدا في جنوب كاليفورنيا. طبعا ده بالإضافة لتصدرها للمركز الخامس في قائمة المجلة كأفضل مستشار إدارة ثروات من السيدات، بتاء التأنيس بقى، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ككل، all over the nation. طيب، هل ما يحدث من أبناء الجالية المصرية أو المهاجرين المصريين بعيد عن الوطن والحكومة إطلاقا؟ بالعكس إطلاقا، أقدر أقول لك بالفم المليان زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر، إنه الحقيقة والله العظيم وده مش مجاملة، السفيرة نبيلة مكرم عاملة جهد لم يكن أحد يتصوره في مسألة التواصل المستمرة مع الجاليات المصرية في كل مكان. مهجر كان، يعني المهجر ده بيبقى توصيف لمن ذهب وهاجر واستقر، أو في البلاد اللي فيها عدد كبير من الموظفين والعمالة المصرية على سبيل المثال زي دولنا الشقيقة في الخليج. فهتلاقي أنه وزارة الهجرة وتحديدا السفيرة نبيلة مكرم عاملين جهد الحقيقة مذهل، وما كناش نتصور أن في وقت من الأوقات هيبقى في عندنا هذه الصلات شديدة المتانة ما بين مصر الوطن الأم وما بين أبناء الجاليات. فالحقيقة الوزيرة هنأت السيدة المصرية ليلى بنس كواحدة من رائدات مؤتمر مصر تستطيع، زي ما بقول لكم كده بالتاء المربوطة. خلينا ناخد معانا على التليفون معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أهلا 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 أهلا. مساء الخير، أهلا وسهلا، وأشكرك على الكلام. لا يا فندم العفو، والله خالص، والله 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 ده كلام أنا أشوفه منطقي وواقعي إلى أبعد الحدود. يعني الحقيقة أنه التواصل مع المصريين في الخارج، يعني مش عايزة أقول كان صعب، هم كلهم يعني عندهم هذا الحب والولاء الشديد لبلدهم، بس هم كانوا محتاجين القناة الشرعية اللي توصلهم للدولة. والحقيقة أنه قرار السيد الرئيس بعودة وزارة الهجرة مرة أخرى إلى الحكومة المصرية، ده القرار ده الجمهوري من شأنه أو كان من شأنه أنه يقرب المسافات ما بين المصريين في الخارج وما بين دولتهم. فابتدينا الشغل والحمد لله، هو زي ما حضرتك بتتكلم بنحتفي النهاردة بليلى بنس، يعني مركز أول في قائمة مجلة فوربس، حاجة فخر شديد. وليلى بنس حضرتك برضو عارف أستاذ يوسف أنه هي ما نسيتش بلدها وعمرها ما نسيت صحيح. بلدها، ودايما بتكلم أنه لما كنا بنتواصل مع المصريين في الخارج علشان يسندوا المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليلى بنس كانت الأولى أن هي تتكلم معايا وتقولي أنا محتاجة أن أنا أساعد، وفعلا كانت موجودة في مصر وعملنا لقاء واجتماعات في مكتبي مع أعضاء مؤسسة حياة كريمة. وطبعا زي ما حضرتك ذكرت مركز أول في قائمة فوربس على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، ده مش حاجة سهلة. طبعا طبعا، عشان كده لما جينا نعرض المبادرة قالت لا أنا ثانية واحدة، أنا عايزة أختار الموضوع اللي يتماشى مع ثقافة الناس اللي أنا هكلمهم هناك، اعرضوا لي ايه اللي عندكم وانا اللي اختار. وفعلا الفريق الحقيقه بتاع مؤسسه حياه كريمه من الشباب الراقي جدا
واللي عرض بمنتهى الرقي المبادرات والمشروعات كلها في هذه المبادرة الرئاسية، واختارت ليلى بانس المشروع اللي هي عاوزاه، واشتغلنا معاها الحقيقة على مدار يمكن عدة أشهر عشان نجهز لفاعلية عبر جلسة حوارية افتراضية، فعالية لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ولو تشوف وهي بتتكلم يا أستاذ يوسف إزاي إن هي كانت عمالة تساند المصريين وتشجعهم إن هم يشاركوا، وفي ظل ساعتين في الجلسة الحوارية دي، ساعتين فقط، وكانت معايا وزيرتي العزيزة هالة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 5 مليون جنيه في ساعتين فقط. فأنا الحقيقة بحيي الله ليلى يحييك. بانس على جهودها ومحبتها لوطنها، وبالتأكيد على الاحتفاء في قائمة مجلة فوربس. طب سيدة سفيرة، يعني وأنا بشوف مثلا ليلى بانس وتقدمها في المراكز المستمر إلى آخره، وأكيد في نماذج برضو مصرية كتير ما بين قوسين بتاع التأنيث، هل يعني مش عارف بس يمكن ده يكون موجود في البايب لاين وممكن يكون برضه موجود في تصورات حضرتك، انه النماذج اللي زي كده من رائدات مصريات من الممكن ان هم يتعاونوا ازاي في سبيل تنمية وتقدم الاقتصاد المصري، سواء اذا كان بانس ويلث مانجمنت او اذا كان غيرها الى اخره، يعني تاء التأنيث بتوع مصر اللي موجودين ومنوريننا ومشرفيننا بره دول، ازاي بنقدر نتعامل معاهم في اطار المزيد من النمو للاقتصاد المصري وتبادل الخبرات؟ زي ما حضرتك عارف انه الوزاره بتستعد للنسخه السادسه من مصر تستطيع، وهي في نسختها السادسه بتتكلم عن الصناعه، ايوه ودي برعايه كريمه من السيد رئيس الجمهوريه. والحقيقه انه هيكون في معانا من السيدات المصريات بالتاء المربوطه في الجلسات اللي الحقيقه بتعكف في وزاره الهجره حاليا على الإعداد لهذا المؤتمر بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات اللي معنية بالصناعة، طبعا وزارة التجارة والصناعة، وزارة التخطيط، وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، وبالتأكيد وزارة البيئة، لأن احنا بنتكلم أيضا على طبعا الصناعة الخضراء، فإحنا في طريقنا إلى كوب 27، فلابد أيضا إن احنا نشوف خبرائنا في الخارج يقولوا لنا إيه في هذا الموضوع. فعندنا أيضا من التاء المربوطة من الوجوه السيدات المصريات في الخارج اللي أيضا هيشاركوا في هذا المؤتمر، وزي ما حضرتك عارف كانت النسخة الثانية من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، كانت مصر تستطيع بالتاء المربوطة، ايوه وسلطنا الضوء على دور المرأة المصرية في الخارج. الحقيقة من أسبوعين برضو يا أستاذ يوسف كرمنا دكتورة كوثر عبد الحميد زكي في الولايات المتحدة طبعا الأمريكية، ودكتورة كوثر هي أول سيدة بتحصل على درجة الدكتوراه، مش أول سيدة أجنبية، لا ده أول سيدة على المطلق هندسة الكهرباء تحصل على دكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا بيركلي عام 69. يعني هذه السيدة من مواليد 1940، قصة كفاح طبعا يعني كان لابد إن احنا يعني ننشرها ونكرمها، وحرصت وزارة الهجرة إن هي تبعت لها التكريم اللائق في صورة طبق فضة باسم وزارة الهجرة لدكتورة كوثر، وعبر أيضا جلسة حوارية كرمتها مع مجموعة من السيدات المصريات النابغات. حاجة حقيقة تشرف يا فندم، وحقيقي الواحد بيبقى سعيد وفخور بكم الجهد اللي بتبذلوه في الوزارة عند حضرتك. أنا عايز أشكرك جدا جدا جدا، واستأذنك إن احنا دايما هنبقى زنانين ودايما هنكلم حضرتك ونطلع على كل المستجدات ونتابع معاكم خطوة بخطوة. بالعكس شرف لي يا أستاذ لا يا شريف، فندم احنا أستاذ يوسف نتشرف يا أشكرك. فندم، احنا نتشرف يا دكتورة، ربنا يخليكي. سيادة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.